أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البرنامج الهادف للتهيئة لشهر محرم الحرام وفعالياته وإحياء لذكرى أبي عبد الله الحسين، نبدأ أولى حلقات هذا البرنامج ونقف في هذه الحلقة مع قصيدة شهيرة لعلم شهير، قصيدة وصلت شهرتها كل بيت بحريني وغير بحريني، فأبياتها وبعض كلماتها تحولت لموروث حسيني يحفظه ويردده الصغار قبل الكبار، النساء والرجال، وقد قرنت باسم كاتبها، فأينما ذكرت قصيدة أحرم الحجاج ذكر الدمستاني، ولا عجب أن يخصص نمط من أنماط الموكب الحسيني وهو عزاء ذو الجناح لترديد هذه القصيدة فقط. وقبل أن نبدأ في حلقتنا الحوارية نذكر بعض ملامح شخصية هذا العلم الذي كتب هذه القصيدة، هو الشيخ حسن بن محمد بن خلف بن ضيف الدمستاني نسبة إلى دمستان من البحرين، الراحل قبل سنة، قبل 150 عاما وتحديدا في العام 1281 هجرية، وقد هاجر إلى القطيف قبل 200 عام، وكان هذا الشيخ من العلماء، وقد كانت هجرته بسبب القلاقل والحروب في هذه المنطقة. ومن الغريب أن تطغى صفة الشاعرية على هذا العلم حيث اشتهر بهذه القصيدة، لكنه في الواقع كان عالماً مجتهداً وله الكثير من الكتب، ومن بينها الانتخاب الجيد لتنبيهات السيد، وهو كتاب في علم الرجال لخص فيه كتاب التنبيهات للعلامة السيد هاشم التوبلاني البحراني، وله أيضاً أرجوزة تحفة الباحثين في أصول الدين، وثالثاً منظومة في نفي الجبر والتفويض، وأرجوزة إثبات الإمامة والوصية، وأرجوزة التوحيد وهي تزيد على 100 بيت، ورسالة في الجهر والإخفات، ورسالة في التوحيد، وكتاب أوراد الأبرار في مأتم الكرار، وأخيراً ديوانه الشعري. إذن نحن أمام علم من أعلام البحث والكتابة، ولكن صفة الشاعرية طغت على هذا الرجل، وكان ذلك كله بسبب هذه القصيدة التي نحن بصدد الحديث عنها هذا اليوم وفي هذه الحلقة. وسنبدأ في حوارنا حول هذه القصيدة بشكل عام لنلقي الضوء على ولادة هذه القصيدة وطبيعة هذه القصيدة وموضوع هذه القصيدة. فليتفضل الأخ الأستاذ عبد الله الشايب بالبداية بشكل عام عن القصيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما تفضل أخي الأستاذ جعفر أو الدكتور جعفر حينما عرض شيئاً موجزاً عن هذا العلامة الفقيه الشيخ حسن الدمستاني صاحب هذا النص، وهي قصيدة أحرم الحجاج التي باتت على كل لسان ليس في البحرين فقط بل في كل قطر عربي مسلم وغير مسلم. القصيدة جوها العام، الجو العام للقصيدة كما قرأتها هي الجو المأساوي الحزين الذي أصيب به ابن رسول الله الحسين بن علي عليه وعلى آبائه وجده أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسين كمصيبة كرزية هي في كل قلب ينتمي إلى الإسلام، سواء كان على المذهب، على مذهب التشيع أو على غيره من المذاهب، لأن قضية الإمام الحسين أدمت كل القلوب، فضلاً عن كونه شيعي أو غير شيعي. هذه القصيدة بدأها بشكل عام الشيخ حسن الدمستاني رحمة الله عليه معلناً إحرامه عن لذات الدنيا كلها. نحن نعلم أن الحجاج يحرمون عن بعض اللذات، ذكرها الفقهاء في باب الحج، لكن الشيخ حسن الدمستاني أعلن الإحرام عن كل لذات الدنيا، معلناً أن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشور، أي أنه في كل يوم سواء كان صباحاً أم مساءً هو يعيش مأساة الطف، ويجعل من مأساة الطف واجب عين على كل إنسان مسلم فضلاً عن كونه شيعياً أن يعيش هذه المأساة طوال السنة، طوال السنة، ويختص بالذات حينما يحل علينا شهر المحرم الحرام. ثم بعد ذلك يقول كل من ينتمي إلى المصطفى صلى الله عليه وآله أو إلى الإسلام واجب عليه أن يعيش هذه المأساة. لماذا؟ لأن حب المصطفى لا يكمل إلا بحب بنيه، وبالتالي من يحب المصطفى يحب الحسين، ومن يحب الحسين يتأثر لمصيبة الحسين، ومن لا يتأثر لمصيبة الحسين فكأنه لم يطع المصطفى ولم يسر على نهج المصطفى. ثم يتقاطع في الأبيات متسلسلاً وكأنه يتخذ من الفن السردي طريقاً لعرض هذه المأساة، حتى يصل بنا إلى أرض الطف، ومن ثم إلى تساقط أنصار الحسين وصولاً إلى مصرع أبي الأحرار، ثم يصل بنا مع الحرم المسبيات، ثم ينهي قصيدته بأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل. هي بصورة عامة. كأنما أضاء أستاذنا الفاضل على مدخل القصيدة أو الإطار العام إلى القصيدة، وهو كما أعتقد غير مسبوق في القصيدة الحسينية، بحيث ربط إحرام الحجاج ببداية عاشوراء. هذا المدخل أو هذا الإطار الذي وضعه الدمستاني صار منهجاً للكثير من الشعراء الحسينيين فيما بعد. كيف ترى أستاذنا الفاضل الأستاذ علي هذا المدخل وهذا الإطار لقصيدة أحرم الحجاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ملاحظة حول منطقة السكن التي ذكرتها، هو حقيقة سكن واستوطن دمستان، لكنه من مواليد عالي حويص،
فانتقل إلى هناك بعد ذلك. الشيء اللي نبغي نأكد عليه بأن الشيخ حسن ليس شاعراً فقط، مهما بلغ الشاعر من قريحة ومن قدرة على النظم ومن معرفة التفعيلات، لا يمكن أن يرتقي إلى هذا المستوى إذا لم يكن عالماً بالأحداث التاريخية وبالروايات بتتبعها الصحيح من السقيم في ذلك. ولذلك تجده تتبع مسيرة الحسين من المدينة المنورة إلى مكة إلى كربلاء إلى المصرى إلى آخر ذلك في هذا الشيء. هذا تدل أن عنده إلمام تام في الجانب التاريخي، والجانب التاريخي يحتاج إلى تحقيق. فهذه من ضمن الأشياء اللي خلدت هاي القصيدة. يعني في كثير من القصائد حاولوا محاكاة ذلك لكنهم لم يفلحوا في ذلك، لأن الشيخ حسن عاش حياة الزاهد، ومع هذا إنه كان يشتغل كفلاح يسقي الزرع وإلى آخر ذلك، وهذه تأخذ جهد كبير من جهد بدل ما يتفرغ إلى العلم تفرغ إلى أمور الحياتية الموجودة، ومع هذا أنتج هي الأشياء الموجودة. وإحنا ما نقدر نحكم على قصيدة أو على شاعرية الشيخ حسن من خلال قصيدة أو قصيدتين أو ثلاث وبس الأسماء تالي عند ديوان. أين القصائد الباقية؟ هذه يعني التراث ينبغي أن ينقب من جديد عشان نقدر نقول أين الشيخ حسن عشان نقدر نقيمه. لكن هي القصيدة أو القصيدة الثانية الموجودة مشهورة عن من يلهيه المال المرديان المال والأمل، نستطيع أن نقول أنها مفتاح تبين لك مكانة هذا الشاعر وغزارة هذا الشاعر في هذا الجانب. بس قصة أنا ما أبغي أخذ الوقت الموجود. في يوم من الأيام يقال بأن علماء من أصفهان كانوا كثير من المسائل الشرعية ما كانوا كان في إشكال فيها، فأرسلوها إلى البحرين عن طريق الحاكم. فالحاكم أرسل اللي هو أتباع اللي هو جنود أو مستشارين، أرسلهم إلى القرية التي يسكن فيها اللي هي دمستان، وكانوا يبحثون عن وين هذا الشيخ الدمستاني. واحد قال أنا أعرفه، فأخذهم ووداهم إليه. شافوا منظر ثياب خلقة ويركب النخيل ومنظر مال الزراع، يعني قالوا أنت تطنز علينا. فأخذوا هذا الدليل وضربوه، فسمعوا وجاهم وش صاير. قال نبحث عن الشيخ حسن لأن نحن مرسل من الحاكم، لأن مع أصفهان عندهم مسائل علمية فيبغون يردون عليها. فقال أنا هم هذا اللي تبغونه. ومع هذا قال لهم قعدوا مكانكم أعطوني القلم والورقة. فكتب الأشياء الموجودة وبالأدلة الموجودة دون الاستعانة بأي مصدر من المصادر الموجودة، فحافظته يعني تدلل على المكانة الموجودة. فما مشوا إلا وياهم الأجوبة الموجودة، أجوبة الأسئلة. فالشيخ حسن يعني ينبغي إعادة دراسته من جديد، يعني مو من خلال القصيدة في الجانب المأساوي فقط، في الجانب التحقيقي والشاعرية. ليش هي خلدت بالذات هي القصيدة؟ يعني أنت تشوف تدفق الحرارة والصدق من بداية القصيدة إلى نهاية القصيدة، تعيش الواقع. كذلك الصور اللي قاعد مثلا إحنا هدي السرور، هل معناه يعني السرور لهدي؟ الصور اللي قاعد يبنيها صور فنية جداً راقية. أستاذ حسن كاظم ليحدثنا عن جانب مما قاله الأستاذ عبد الله، وهو يعني التسلسل السردي في القصيدة مستند لما قاله الأستاذ علي بأن هذه القصيدة خالية من الشوائب التاريخية كما نرى في قصائد أخرى، يعني ليس فيها مبالغات تاريخية، ليس فيها أيضاً مبالغات عقائدية، قصيدة نقية سردياً من خلال شعر جزل صور قوية جداً. كيف ترى هذا الإطار؟ طبعاً الأخوة الأساتذة وفوا وكفوا، لكن السؤال يتعلق بالجانب السردي في القصيدة. الشيخ حسن الدمستاني هو أراد أن يكتب ملحمة، فالملحمة تتطلب تقنيات السرد، ويبدأ من هو من نفسه الشيخ حسن
أحرم الحجاج، يستخدم صيغة الفعل المضارع أحرم الحجاج، من حرم الحجاج تبدأ المأساة عنده، ليس من يوم عاشر. فيبدأ السرد من الراوي الشيخ حسن الدمستاني: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم. هنا يبدأ بعد ذلك يعلل لماذا هو محرم، يبدأ بسرد الأحداث، اللغة أو الأفعال اللي يستخدمها، الجمل الإسمية اللي كان يستخدمها، كان يزاوج يعني على أنها تشكل ملحمة سردية في هذا النص، لكن لا تجد أن هناك غلبة إلى الأفعال أو غلبة إلى الجمل الإسمية، يزاوج بين الجمل الإسمية. أحرم الحجاج هذا يبدأ بالفعل، بالفعل السردي إليه، بعد ذلك كيف لا أحرم دأبا، جملة إسمية يبدأ. فتقنية السرد عند الشيخ حسن الدمستاني كان فيها إبداع بتوظيف حتى الصور، بتوظيف الصور بأن يعني يبدأ بذاته كيف أحرم، السبب في إحرامه طول الدهر هو حزنه على الإمام الحسين. طيب لماذا؟ لأن المأساة التي جرت على الإمام الحسين يبدأ بسردها، حتى لحظة لجوء الإمام الحسين إلى قبر جده رسول الله قبل أن يخرج، يعني كل تفاصيل الأحداث كما ذكر أستاذ علي دون مبالغات، اطلاع تاريخي في لغة الأدب، السرد التاريخي، لغة السرد التاريخي موجودة في هذا النص بمقومات السرد والزمان والمكان والانتقال من فترة زمنية، من الحسين كان في مكة، من الحسين في المدينة ولجوءه إلى قبر، إلى ذهابه إلى حتى كتب الكوفة لما جاءت إلى الإمام الحسين وذهاب، في كل هذا يبدأ الشيخ حسن الدبستاني يبدأ بهذا السرد حتى يشكل ملحمة ويركز، أو الخلاصة أو المسكوت عنه في القصيدة أو الذي أشار إليه من خلال سرديته في النص، أن قتل الإمام الحسين هو اعتداء على الدين. هذا السرد، هذا الحزن، هذه الملحمة، لأن هناك اعتداء على الدين، الإمام الحسين يمثل الدين، فهي جريمة كبرى قتل الإمام الحسين، لأنه قتل إلى الدين. بالفعل هي تمثل ملحمة تاريخية عقائدية في نفس الوقت، يعني صافية العقيدة، كل ما ورد فيها من أحداث ومن أفكار ومن صور صافية، يعني متناسبة تماماً مع كتب العقائد، وهذا يدل على غزارة علم هذا الرجل. سنأخذ تعليق للأستاذ عبد الله ثم نواصل مع بقية المشاركين. مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى بأن السرد في القصيدة لم يبدأ من أحرم الحجاج. أحرم الحجاج ما هي إلا مقدمة، هو يقول أحرم الحجاج وأنا المحرم، يعني أنا مثل ما الحجاج أحرموا لفترة وجيزة أنا محرم على طول الدهر. هذه مقدمات. قد تسأل لماذا أنت محرم طوال الدهر، فيجيب كيف لا أحرم، لأن هناك مصاب جلل يستدعي أني أحرم، لكن أحرم عن ماذا؟ هل كما يحرم الحجاج؟ الحجاج يحرمون عن لبس المخيط، الحجاج يحرمون عن التدهين، الحجاج يحرمون عن التزيين إلى آخره. هل هو إحرامه كإحرام الحجاج؟ لا. إذن الحجاج لهم منسك وهو الإحرام الذي يبدأ من يوم الثامن، ولذلك قصيدتنا على فكرة مرتبطة باليوم الثامن من شهر ذي الحجة، باعتبار أن هذا اليوم هو يوم إحرام الحجاج، وعلى هذا الأساس باعتبار أن إحنا المناسبة قريبة كان لنا هذا اللقاء أو هذه المناقشة.
طيب هو يقول أحرم الحجاج وأنا المحرم لأن هناك شيء يستدعي هذا الإحرام، لكن إحرامي عن ماذا؟ إحرامي عن السرور، عن هدي السرور كما تفضل له التشبيه البليغ حينما قال هدي السرور بإضافة المشبه للمشبه إليه، وبالتالي هو أحرم نفسه عن أن يكون ماذا؟ مسروراً طوال حياته. إذا لم يكن مسروراً، إذا ضد السرور ما هو؟ إذن هو يكون في حالة حزن وكآبة. ثم يقول هل ما أحرم من أجله، يعني جعل من، أي أنه جعل من إحرامه هذا منسكا، كما أن للحجاج منسك، الحجاج لهم منسك أن يحرموا، وهو أيضا جعل لنفسه منسكا آخر ولكن إحرام من نوع ثاني. السرد في القصيدة يبدأ من قوله لست أنساه طريدا، هني بداية الانطلاق إلى السرد، يعني الآن يتحدث عن الحادثة، سابقا ما كان يتحدث عن الحادثة، هو يتحدث عن مقدمات لهذه الحادثة، ثم بعد ذلك يقول لست أنساه طريدا، يعني بدأ الآن السرد من هذه النقطة، كأنه يروي الحادثة. ما هي الحادثة؟ تبدأ منذ أن إيش؟ هدد الحسين ألا يكون موجوداً في حرم جدة، لست أنساه طريداً عن جوار المصطفى، ثم بعد ذلك تتنامى الأحداث وفق التقنية السردية، حيث أنه يزور بعد ذلك ماذا؟ جدة. لماذا يزور جدة؟ لأنه وصل به الأمر أنه لا يستطيع أن يطيق البقاء أو العيش، فيزور جدة مودعاً. ثم يأتي الحوار الذي يوظف، يعني الشيخ حسن وظف الحوار ضمن السرد في هذه القصيدة من أجل إبراز البأسات التي عاشها الإمام الحسين وهو ماذا؟ وهو في المدينة المنورة. أنا لا أريد أن أطيل، وإنما فقط هني النقطة ابتداء السرد من لست أنساه وليس من البداية. شكرا. هي وجهات نظر، هل المقدمة جزء من السرد أم خارج السرد؟ الحوار جزء من السرد أم خارج السرد؟ هناك من يرى أن المقدمات والحوارات وحتى الأبعاد النفسية بداخل الحوار جزء من السرد. على كل حال، هذه الثيمة أو اللازمة وهي منطلق هذه القصيدة وإطار هذه القصيدة وما اسمه أستاذ عبد الله بداية السرد وهو يوم إحرام الحجاج، تحول إلى الكثير من القصائد نقرأ منها أحرم الحجاج أياما ببعض الأشهر وأنا المحرم لو عمرت كل الأدهر، حيث أن الوقت عاشور بكل العصر وكذا كل مكان كربلاء أرض الحسين. وشاعر آخر يقول أحرم الحجاج عما لذ بالنسك شهور وأنا المحرم عنها بالأسى كل الدهور، كيف لا أحرم ما عشت بتحريم السرور وبإحرام الأسى أحرم مولاي الحسين. نلاحظ التلازم في المعنى والتشابه، وهؤلاء شعراء معروفون طبعا، بين ما طرقه الشاعر الدمستاني من خلال هذا الإطار. كيف تحدثنا الأستاذ فاضل هلال عن الصور الأخرى؟ ليس بالضرورة هذه الصورة، لأن ربما أشبعنا الحديث فيها، هناك القصيدة يعني مشبعة بالصور الفنية، حدثنا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حقيقة الانطلاقة الأساسية هي شخصية الشيخ الدمستاني. شخصية الشيخ الدمستاني هو العالم الفقيه
المتبحر، ومن يأتي بعده سوف يكون بشتى المسميات فهم تقليد له، فمبتكر الشيء يكون هو صاحب الأحقية، صاحب الكلام العميق فيه. وبما أنه صاحب عقيدة وصاحب فقه وصاحب تاريخ وصاحب علوم أخرى كعلم النجوم مثلاً، حين يذكر سعد الذابح والاقتران ونسج هذه القصيدة ليس لأهواء، وإنما نسجها خالصة للمولى الإمام الحسين، فلذلك أنا باعتقادي بأنها خلدت لأنها كانت خالصة للمولى. بقية القصائد كما ذكر الأستاذ علي لم يتطرق لها أحد، رغم أنها كتبت من شعراء معروفين، ولكن لم تصل إلى حد هذا المستوى. فلذلك هذه أؤكد عليها بأن مجارات الشيء لا ينزل من مكانته، ولذلك هي خالدة ما خلد هذا، رغم أن الجميع يعرفها يتكلم بها، ولكن فيها معان عميقة لا نستطيع أن نعرفها. أشياء كثيرة من يستطيع أن يعرف لنا، مثلا فمن الواجب عينا يعطي حكما فقهيا، أمور كثيرة في القصيدة كما ذكر الأستاذ هدي السرور، هذه الأشياء هو الذي ابتكرها، فلذلك هي في اعتقادي أنها بقيت لأنها كانت خالصة للمولى الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني سأبقى في مجال الصور الجمالية، يعني برجع إليك بإذن الله. يعني أنا سأقف عند صورة ربما تحفزكم كمتحدثين للحديث عن الصور العميقة في هذه القصيدة. يقول: يحسبون البيض إذ تلبس أو تلبس فيض القلل بيض أنس يتمايلن بحمر الحلل أو الحلل، فيذوقون المنايا كمذاق العسل، شاهدوا الجنة كشفاً ورأوها رأيعين، بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت في فلك المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين. في الواقع هذه الفقرة تحمل صور عميقة جداً ومكثفة، حالة الاقتران بين الإمام الحسين وأصحابه شبهها بحالة اقتران بالنجوم. كيف رأى، يعني صور رؤية أنصار الحسين للجنة، كيف كشف الإمام الحسين لأنصاره عن مواقعهم في الجنة، كيف صورها هني في رؤيتهم للبيض للسيوف وكأنها رؤية الجنة؟ يعني هذه صورة من الصور الموجودة في القصيدة، وتمثل صور متلاحقة وعميقة ممكن نتحدث عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً القصيدة متسلسلة الأحداث من الناحية الفنية، وفيها لوحات كلية ولوحات جزئية. بدأها باللوحة الكلية، الصورة الكلية في مستهل القصيدة. طبعاً الجانب الإيقاعي والجانب اللفظي والجانب البلاغي والجانب السردي كلها شكلت في الحقيقة لوحة فنية متكاملة ذات ألوان تجذب الرائي في الحقيقة، الرائي والسامع المتلقي بشكل عام، الرائي المتخيل. طبعاً الشيخ حسن الدمستاني يقال أنه كتب القصيدة وهو بين الصفا والمروة، يعني كان في الحج، وأثناء سعيه بين الصفا والمروة كان يكتب القصيدة، فكان يعيش الإمام الحسين عليه السلام
انطلاقا من الصفا والمروة. لو أردنا أن نقف وقفة سريعة في القصيدة، في مستهل القصيدة: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم. طبعا أنا المحرم جملة اسمية تدل على الثبات، وخاصة أنه جاء بالخبر المحرم. المحرم أيضا يدل على الثبات. إذن حالة الأحرام عنده ثابتة كل الدهور. طبعا عن لذاته توهم لدفع المبالغة، الشيخ حسن الدمستاني لا يبالغ، خاصة عندما خصص هذا الإحرام قال عن لذاته، الشعور باللذة حتى في المباحات أيضا لم تكن له مصدر، وهذا سرور وسعادة. تتخلل طبعا البناء الحبكة السردية متسلسلة وفيها جانب السرد غير الخطي، خاصة إذا لاحظنا مثلا على سبيل المثال وقوفه على قبر جده عليه السلام صلى الله عليه وآله، عندما أنبأه النبي صلى الله عليه وآله في الرؤيا. طبعا السرد الخطي ممكن يكون في الماضي، في اللحظة التي هو فيها يروي، يرجع إلى الماضي، أو يذهب إلى المستقبل ثم يرجع إلى الحاضر. عندما أخبره النبي صلى الله عليه وآله قال ستذوق الموت ظلما، وبعد الآن في المدينة المنورة، ولكن أخبره النبي صلى الله عليه وآله فتح له الصورة الحركية اللي النبي صلى الله عليه وآله هو متألم لها أيضا، ستذوق. وهذا أيضا حتى نجده في حياة النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يذكر الحسين عليه السلام وكيف كان يبكي الحسين ويذكر مصيبته. ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، ستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين. طبعا قصيدة فيها وحدة موضوع غاية في السبق، بحيث تتخللها أيضا السردية هذه، تتخللها بعض الوقفات مثل ما قال الدكتور، وقفات عقائدية مزج فيها العقل بالعاطفة بشكل عجيب. يعني مثلا على سبيل المثال عندما قتل الإمام الحسين عليه السلام فتك العصفور بالسقف، فيا للعجبي، وبعدين تقديم العزاء حيدر آجرك الله، ثم يأتي إلى قوله عجبا ممن رسى في قلبه حب الإمام، كيف عاشوا يوم عاشوا وما ذاقوا الحمام، بل أرى نوحهم يقصر عن نوح الحمام. الآن نجي جاب المنطق، أسواء فقد فرخين وفقدان الحسين، كيف لا يبكي بشجون ابن بنت المصطفى، إنه كان سراجا للبرايا وانطفى، أيزيد، ثم يقول أيزيد فوق فرش من حرين في سرير، تمل النشوان من خمر له الساقي يدير، وحسين في صخور وسعير من هجير، ساغبا ظمآن يسقى من نجيع الودجين. يعني سنواصل الحديث عن عمق الصورة الفنية عند الأستاذ حسن، ثم نأخذ الأستاذ علي ملاحظة أخرى. طبعاً الأخ أستاذ حميد أبو علي فصل يعني تفصيل جميل جداً في بناء الصورة عند الشاعر الشيخ حسن الدمستاني، والأبرز في الصورة أنها كانت تعبر عن الحالة النفسية، وكما ذكر أبو علي أحرم الحجاج، يعني ارتباط الصورة وليس بس بالعقل أو بأدوات فنية للشعر، إنما بحالة نفسية واشتعال القلب أحزانا وتأثر بالقرآن، واشتعل الرأس شيبا، واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزق الحسين. يعني حتى تلف الأرواح في رزق الحسين مو شيء عجيب، يعني الصورة كانت تعبر عن الحالة النفسية، وخصوصا في بداية القصيدة أحرم الحجاج وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور ناحرا هدي السرور، فالصورة كانت أساسا ارتباط بالجو النفسي إلى الشاعر. لكن عندي سؤال أنا أطرحه بعد حتى الإخوان، في صورة فتك العصفور
بالصقر فيا للعجب. أنا بالنسبة إلي أنا أجد بأن الشاعر يعني ما كان مختار بأن الشمر يصوره بالعصفور والحسين يصور بالصقر، لأن الصورة العامة إلى العصفور أنه طير. يعني أنا في وجهة نظري الشاعر في هذه الصورة إيه؟ يعني الشاعر الشيخ حسن يعني ما أخذ، أو أنا عندي في وجهة نظري في رأيي أن كان لو يعيد صياغة البيت ولا يصور الشمر بالعصفور، لأن حتى العصفور أودع وأكثر، حتى لو كان القصد الصورة بأنها اللي هو الحجم والضعف والقوة، فالشمر لا يستحق أن يصور بالعصفور، لأن صورة العصفور في الأدب العربي دائما يوصف بالوداعة باللطافة بالحسن. يعني بالنسبة إلي كان هذا أخيرا. وإلى أبو علي بالنسبة إلي أن المقدمة كانت هي عتبة النص بأن يركز، وأن السرد بدأ فعلا من البداية لأنه يريد أن يثير في ذهن المتلقي الإثارة والتشويق، شنو المصيبة اللي صارت؟ فهو أحرم الحجاج فسرد، فبدأ السرد، لكن الانتقال إلى عمق السرد أو تنامي الأحداث بدأ فعلا من لست أنساه طريدا، وإلا السرد وبدأ من المقدمة اللي في البداية. لكن أرجع إلى الصورة وأترك الإخوان النقاش فيها. أنطلق من البيت الأول باعتبار أنه قصيدة الشيخ حسن، يريد يلفت النظر في البيت الأول: أحرم الحجاج وكان في الحج، عن لذاتهم بعض الشهور، يتكلم عن نفسه: وأنا المحرم، أنا كشخص. هل الشخص يعيش دهور؟ يعيش 50 سنة 60 سنة، قول قرن، لكن القرن مو دهور. لكن الحين أنا أشوف الشيخ حسن ولد في قرية عالي، استوطن وعاش في دمستان، هاجر إلى القطيف ودفن فيها، ولكن منذ دفن إلى الآن وهو ينهض من مرقده الأخير في القطيف ويعود إلى البحرين إلى جميع مآتمها، تحديداً في يوم العاشر، سواء على المنابر أو في مواكب العزاء وفي الدول الثانية الأخرى كالعراق وإلى آخر ذلك من يحتفلون بمأتم الحسين، حينها يرتقي هذه المنابر يشارك في قيادة المواكب والعزاء ويعلن الحداد في العشرة الأيام، ثم يعود إلى مضجعه. فالصورة الفنية جسدها واقع، وستكون هذه الحياة وهذا الحزن إلى أبد الآبدين. يعني الصورة صورها كل الدهور، فهو فعلا يعيش هذا الحزن في دماء الآخرين، حياته في حياة الآخرين، يعني من خلال الملالي كذا يذكر الشيخ حسن، فكأنما الشيخ حسن هو الذي يتكلم. أيضا من الصور، أنا أشارك للأستاذ حسن، وأعتقد بأن طول القصيدة أثر بعض الشيء على بعض الصور التي جاءت متأخرة. لو نلاحظ بأن الصور التي كانت في بداية القصيدة كانت أعمق وأقوى بكثير جدا، بعض الصور في نهاية القصيدة ربما يعني إذا نظرت إليها من زاوية تضع إليها تصور ما، ولكن في المجمل قد يؤخذ على نحت الصورة بعض الشيء. فمثلا تصويره للقاسم: يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار، ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين، بطل فرد من الجمع على الأبطال طال، أسد يفترس الأسد على الآجال جال، ما له غير إله العرش في الأهوال وال، ما سطى في فرقة إلا تولت فرقتين، إلى آخره.
وحتى من ضمن يعني لو كملنا الآخر بيت ما له في حومة الهيجاء في الكر شبيه غير مولانا على علي والفتى سر أبيه. يعني هذه الصور كانت صور مكتملة، أربعة أبيات تنحت صورة من صور كربلاء بشكل جميل جدا وعميق. الأستاذ عقيل يحدثنا أيضا عن الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل الإجابة على هذه الشغلة أو على هذه النقطة أحب أثني على كلام أستاذي أستاذ علي معراج، وأذكر ما ذكره بعض يعني أرباب السيار وكتب الرجال في أنوار البدرين. طبعا أنا ما بتكلم من الناحية الفقهية بس بأورد ما أورد، يعني يورد مقطع يقول فيه: ومن وقف على مصنفاته وأشعاره وظاهر كلامه وأسراره وفهم مراده عرف حقيقة مقداره وعلو مجده وفخاره. فإحنا يعني حتى لما نرجع إلى في كتاب نظم مقتل الإمام الحسين إعداد السيد محمود الغريفي، في الأبيات في شرحهم يورد لكل بيت يورد رواية من خلال تتبع السريع خلال اليوم يعني أو اليوم الماضي. لاحظت أنه وقف عند بيت وقال لم أقف على رواية عليه، فقط بيت واحد في القصيدة ألا وهو اللي هي أشرقت تبكي عليه أسفا حور الجنان، أو في بعض الروايات قال أشرقت أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان. بالنسبة إلى الصورة يعني الشيخ، إحنا نقف على أديب، يعني ما بنتكلم من الناحية العلمية، من ناحية النص كأديب. الشيخ وظف التقنيات توظيف يعني تقنيات السرد بخط زمني أو بخط استرجاعي مثل ما ذكر أستاذ حميد: ستذوق الموت ظلما. زين، بالإضافة حتى إلى الألفاظ، حتى إلى الألفاظ في الأبيات اللي ذكرتهم حين أستاذي ودكتورنا العزيز أستاذ جعفر: الأبطال طال، الآجال جال، الأهوال وال. زين، هذه شوف حتى هذه يعني مثلا أعطى نغم، هذا النغم ممكن المستمع يكون مشارك إليه في بناء القصيدة حتى لو يعني يسمعها لأول مرة. بالنسبة إلى الصورة أعتقد أنه بالنسبة إلى الصورة عندي يعني أحب أوقف على رأي الأستاذ حسن كاظم بالنسبة إلى فتك العصفور بالصقر. زين، ففتك العصفور بالصقر هو جاي بالصورة من باب الصورة المقلوبة، هذا أولا. النقطة الثانية، النقطة تتكلم عن الشجاعة، من هو الأشجع، الصقر من العصفور؟ فمن حيث الشجاعة المولى أبي عبد الله أشجع، وهذه هي الغرابة، أن يفتك الضعيف البناء، بناء ضعيف، جسم ضعيف، يفتك بمن؟ بذاك الإنسان القوي. ففي هذه الصورة أيضا يعني كثير من الصور، يعني مثلا أسد يفترس الأسد على الآساد ساد، يعني حتى شوف هنا إن التكرار في السين يعطي جرس، هذا الجرس يعطي تنبيه في بناء الصورة، فصيرت جدا الصورة ملفتة للنظر بالنسبة إلى المستمع أو بالنسبة حتى للقارئ. أعتقد أن من حيث بناء الصورة استطاع أنه يبني صورة في بناء متكامل، بحيث أنه استخدم النظرة أو الثقافة التاريخية اللي عند الاطلاع على الروايات في بناء الألفاظ والمعاني بشكل دقيق من خلال بناء روائي ليس
باجتهاد شخصي فقط، يمكن قولبه شخصية. لذلك كل من حاول معارضة القصيدة ما استطاع، يعني بالرغم من أن اللي كتبوا أو عارضوا أدباء كبار ونعرف بعضهم، إلا أن يعني حتى من خلال مناقشاتي مع الإخوان يعني بعض الشعراء أو بعض المحللين يرون أنهم لم يصلوا إلى من؟ إلى قصيدة الدمستاني نفسه. مثل يعني نستشهد بقصيدة نهج البردة اللي ذكرها طبعاً أستاذنا العزيز أبو علي، أستاذ عبد الله علي الشايب، تكلم عنها. رغم أن جاء البويصري وجاء أحمد الشوقي عارضوها، لكن تبقى بالرغم أن أمير الشعراء عارض القصيدة ونظم جميل جداً إليها، لكن في النهاية تبقى قصيدة كعب بن زهير هي الأولى، كما ذكر الأستاذ فاضل يعني للأسبقية. شكرا. تمام، بس أنا بشير لنقطة في نفس الفقرة، أن هذه الفقرة اللي أخذ الأستاذ حسن على صورة فتك العصفور بالصقر تبدأ ببيت من أجمل أبيات القصيدة، فأصاب الشمس والبدر كسوف وخسوف، لكن الأفق مضيء بسنى رأس الحسين. يعني هذه من أعمق وأجمل صور القصيدة، شلون إنه كأنما بسبب مقتل الحسين أصيبت الدنيا بكسوف، لكن أضاء العالم رأس الحسين المقتول. فهذا يعني أنت تقدر تكتب فيها ما شئت من كلام في صورة من بيت. والغريب أن الصورة اللي يعني يأخذ عليها الأستاذ حسن تأتي بعد بيتين من هذه الصورة العظيمة الرائعة. أيضا لكن الأستاذ عقيل أشار لشيء مهم، هو الجرس. يمكن إحنا ما ركزنا على موضوع الجرس الموسيقي في القصيدة، وهو أعتقد ما جعل القصيدة تتحول إلى ملحمة خالدة، وكأن الدمستاني بالفعل ينهض من مرقده كل عام ويأتي للبحرين وتصبح المآتم كلها ترددها. حتى أحسنت، يعني آذاننا يعني الكبير والصغير، هذا الجرس الموسيقي في القصيدة خليها يعني تصل إلى القلب بسهولة. حول الموسيقى في القصيدة، طبعا احنا مثل ما تحدثنا سابقا أن القصيدة هي رباعية، وتسمى أيضا بالملحمة الرباعية أو رباعية الدمستاني. أولا الشعر الرباعي معروف أن ثلاثة أشطر من القصيدة يجي على روي واحد، ثم يجي الروي الرابع بخلاف الثلاثة السابقين. فنلاحظ أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. نجي البيت الثاني أيضا، كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور، وأنا في مشعر الحزن على رزق الحسين. لاحظ شهور دهور وأيضا سرور، الروي هو ماذا؟ الراء، بينما الشطر الرابع أصبح نون. ومثل ما قال أستاذ عقيل بأن النون هي نون الغنة، وفيها إيحاء دائما بالحزن، فيها إيحاء بالمأساة. وعلى هذا الأساس اتخذه الشيخ الدمستاني كروي ثابت. يعني شنو روي ثابت؟ أنه يأتي بأشطر أربعة ثم يعود مرة ثانية إلى الروي، وهنا دقة الصياغة أو دقة الحبكة في القصيدة، باعتبار أن هذا النون أو هذه النون متكررة. ولاحظ أن النون قبلها يا ساكنة، هي ساكنة وما قبلها ساكن. جميع من عارض هذه القصيدة، مع
من عارض هذه القصيدة بالذات هنا في هذا الراوي لا يستطيع أن يثبت كل القصيدة، وإنما أحيانا يقول العالمين. العالمين غير الحسين، يا ساكنة ونون ساكنة، هنا العالمين لا، مختلفة، طلب ياء مد وليست الياء الساكنة، ولذلك لا يثبت. بينما الشيخ حسن الدمستاني رضوان الله عليه بالعكس ثبت في كل 140 بيت على هذا النمط دون أن يحيد عنها أبدا. ولذلك تشوف مثلا الحسين مثلا هني بعد أن يقول مثلا في اللي بعدها إلى آخر القصيدة كلها نون ويا ساكنة، وهذا يعطي إلى الجرس الموسيقي دور كبير عند المتلقي على أساس تكون مألوفة عند المتلقي. ولذلك تشوف حتى أبيات بن فايز، أبيات بن فايز على هذا النمط دائما يجعل لها قفل يرجع إليه مرة ثانية. ولذلك يسهل إيش؟ يسهل الحفظ وبالتالي تتردد. تلاحظ أن هني اللغة عند الشاعر بالذات في هذه القصيدة هي اللغة السهلة الممتنعة. يعني ملاحظ إحنا، خلني أضرب مثال قريب، نلاحظ لما يتكلم الشيخ الوائلي يتكلم بكلام عميق جداً، له ما له من مصطلحات علمية، لكن الطفل الصغير يفهم ما يقول، المتبحر يفهم ما يقول، المتوسط في العلم يفهم ما يقول، ولكن كل واحد من هؤلاء يفهم بحسب القدرات العلمية التي يمتلك. هنا الشيخ حسن نفس الشيء، لغة بسيطة، فلذلك عند الإنسان البسيط يجدها بسيطة ويقول أنا أفهمه، وعند الإنسان المتبحر في العلم يقول أنا أفهمها، ولكن يمشي على خطين في هذه اللغة، يمشي على خطين، خط معنوي داخلي في القصيدة وخط لفظي ظاهري. هذا الخط اللفظي الظاهري إلى العموم يشترك فيه الجميع، بينما الخط المعنوي الداخلي قد لا يفهمه إلا من؟ إلا المتخصص أو المتبحر في العلم، ماذا يقصد بهذا؟ بينما الآخرون لا يفهمونه تماماً وكأنهم يدركونه. السهل الممتنع، لغة السهل الممتنع، هذا من جانب. من جانب ثاني أنا حينما ألاحظ الأبيات القصيدة وألاحظ الألفاظ، تلاحظ الألفاظ متقاربة من بعضها، ليست غريبة، ليست بالألفاظ الغريبة، يعني ما أتى بألفاظ غريبة نهائياً، كل الألفاظ متداولة على الألسن، وبالتالي كون هذه الألفاظ متداولة على الألسن لا يجد المتلقي صعوبة في فهمها، ولا يجد المتلقي صعوبة في إدراك معانيها، ولكن قلت لك كل واحد يختلف في فهم ما يقصده الشاعر في هذه القصيدة. لاحظ: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم أحرم ومحرم، في تباعد بينهم، أحرم ومحرم تقريبا بالنفس اللفظ، عن لذات كيف لا أحرم عودا إلى أحرم. تلاحظ أن الألفاظ المتقاربة هذه هي السبب الرئيسي التي جعلها تتردد على ألسن الجميع لأنها أصبحت مفهومة. الشيء الثاني، الشيخ حسن وهو في هذه القصيدة حينما يسرد لنا واقعة كربلاء أو ما حصل في هذه الملحمة، تلاحظ كأنه عايش مع الركب الحسيني، يعني كأنه مرافق إليه ويصور لنا التصويرات وكأنه يراها، كأنه راوي بالفعل. نلاحظ أنه كأنه عايش مع القافلة، كأنه مدير قافلة الحسين، والحين صار كذا وصار كذا وصار كذا، ويسرد الأحداث وكأنه هو يعيشها، فينقل المتلقي وكأنه يعاين هو. يعني الحين لما نجيب التصويرات، خاصة حينما التصويرات اللي ذكرها أستاذ جعفر، نلاحظ أن هذه التصويرات أنا أتخيلها وكأني أراها بالعين، كأني أراها أمام عين. هذا الشيء شو انعكس عليه؟
ينعكس على المأساة التي أعيشها، كأني أشوف المأساة بعيني، وبالتالي تكون وقع الفاجعة أكبر. وبالتالي هذه القصيدة بقيت إيه؟ بقيت خالدة على أساس أن الكل يرددها، لأنها بالفعل صورت المأساة أو الواقعة الحسينية. يعني أنا في وجهة نظري أجمل تصوير، وما أعتقد أن في تصوير لحد الآن، يعني لحد الآن ما في تصوير كما صوره الشيخ حسن. شكرا. يعني هذه الحقيقة في أغلب أبيات القصيدة نلاحظها، يعني أن الشيخ الدمستاني كان بمثابة مصور، يعني كأنما هو يمسك بكاميرا ويصور الأحداث، ولوهلة ما وأنت تقرأ تتخيل بأنك تنظر إلى هذه الصورة. يعني خلنا نلاحظ مثلا، تختلط عليك الأمور لدرجة أن أنت تتخيل أنت أنك ترى الصورة. ها أنا مطرود رجس فاجر في برها، تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدين، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. يعني لغة ميسرة ومصورة يسهل حفظها وترديدها. ضاق بي يا جد من فرط الأسى إلى آخره، صورة متكاملة عن وقوف الإمام الحسين على قبر جده، كأنما كان يلتقط الصورة بكاميرا وأنت من خلفه تشاهد هذه الصورة. أحب أشير إلى نقطة مهمة عند الشيخ الدمستاني في بناء للقصيدة. طبعاً القصيدة ملحمة حسينية خالدة بخلود صاحبها، خلود الإمام الحسين. هذه الملحمة الحسينية قدمت لنا نموذج من خلال سير في السلسلة التاريخية أو السلسلة في البناء الحدثي، اعتمد هني في بناء على الجمل الخبرية بالدرجة الأولى، بحيث أنه يناسب، يعني يناسب صياغة السرد. بس لو لاحظنا أنه استطاع مثلاً يوظف الأساليب الإنشائية الطلبية وغير الطلبية، وبوقف على بعض الحالات يعني في هذه الشغلة. يعني لو دائماً مدام مركزين على أحرم الحجاج وعلت ذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم علت ذاته كل الدهور، نشوف أعقب البيت مباشرة باستفهام استنكاري، وكأنما يجعل الخبر، يعني حول الخبر الابتدائي إلى خبر إنكاري بالاستفهام. وهذه من يعني التقنيات الجميلة، يعني اللي وظف فيها الأسلوب الإنشائي لخدمة الأسلوب الخبري. حتى لو ذهبنا بعد مثلا إلى موصية الأخت التي كانت لها الآداب ودام، زين بعدها مباشرة يفصل في الوصية، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي. شوف مباشرة انتقل من وصار في حالة أطناب، هذا الأطناب تفصيل بعد إجمال، زين انتقل إلى هذه إيضاح الوصايا، هذه وصية الإمام الحسين إلى السيدة زينب عليهما السلام بأسلوب إنشائي من خلال النداء، معتمد على النداء ومعتمد أيضا على الجملة اللي أقول الأسلوب الأمر، فعل الأمر. أيضا لو ذهبنا أيضا بعد حتى في الأسلوب، يعني لما يتكلم عن سقوط الأصحاب، فنشوف أنه جاب أسلوب القسم بأبي، زين فتكلم هنا جاب يعني جاب أسلوب بأبي أنجم تما، بأبي أنجم سعدا. شوف فهني من أسلوب خبري بالقسم حول القسم أيضا يعني الأسلوب الإنشائي
وظفه في خدمة الأسلوب الخبري في بنائه إلى سير الأحداث. هذه النقطة اللي كنت أحب أؤكد عليها. إشارة سريعة، المعنى اللي ذكرته دكتور يؤيد ما ذهب إليه أستاذ حسن، وهو اعتبار المقدمة جزء من سردية النص، خاصة عندما يقول مثلا لست أنساه. وأنت أبو علي أستاذ عبد الله أيضا عززت بكلامك هذا المعنى عندما قلت بأن الشيخ حسن الدمستاني جزء لا يتجزأ من عملية السرد، وكأنه شاهد حي في الأحداث. طبعا الملحمة في نهاية الأمر يعني لأتخيل عنها أنها طبعا لم تستوفى حقها من أي دراسة كانت، رغم أن الدكتور علي عبد علي حبيل تكلم عنها وأشياء بسيطة جدا، بعض الصور، إلا أنها تحتاج إلى أشياء مطولة، وهذه جلستنا لم توفيها. طبعا إحنا استوفينا الوقت خلاص، الظاهر ما في بعد مجال إن إحنا، ولكن يعني القصيدة فيها يعني لفتة بسيطة حليوة، إن الشيخ حسن حينما صرع الإمام الحسين كان يفترض أن يواصل في السرد، بحيث يقول أنه جاء شمر ليجثي على صدره، إلا أنه لا، لم يذكر هذا، وإنما رجع إلى المهر، حيث أن المهر رجع إلى ماذا؟ إلى الخيام، ثم تأتي مع المهر النساء الثاكلات، ثم يصور هذه المأساة بعين النساء، ليجعل من المأساة ومن المصيبة جدا عظيمة على قلب من المتلقي. فأنا أرى مصيبة الحسين لا مباشرة، وإنما أراها بعين النساء، وهذا يحسب إلى الشيخ في هذا الجانب، باعتبار أن النساء مصدر أيضا للعاطفة والمأساة. أنا حينما النساء الثاكلات الصارخات، زين، أنا لما أسمع هذا طبعا أنا كمتلقي لابد أن أتعاطف مع صرخات النساء، وبالتالي يتأجج الحزن كالنار المشتعلة بداخلي. شكرا. تأكيدا لما قاله عزيزي الأستاذ أبو علي، الشعر قوته في وين؟ في الصور الفنية وبناء الصور الفنية. بس الشيخ حسن رحمه الله مو بس انه يبني الصوره، يقول ينقشها وينحتها ويبرزها بطريقه تكون مميزه، يعني ما تحصلها متشابهه مع الاخرين. يعني انا اقول اللي تميزه عن غيره ان كل صورها الفنيه كانها منحوته بارزه، يعني الصغير والكبير يشوفها، يقدر نفسه يعني يخلي خياله يدعى من خلال هي الصور الفنية، يقدر يبني صور فنية أخرى من خلال الصور الأصلية. يعني في نهاية الجلسة يعني ما شنو نقول في القصيدة بعد ما أوفيناها حقها مثل ما ذكر أستاذ فاضل، ولا يعني تحتاج إلى حلقات وليس إلى حلقة، لأن القصيدة هي إبداع بكل معنى الكلمة، إبداع. ويعني أتمنى أن تكون إن شاء الله بعد في الحلقات القادمة إن شاء الله يكون في تطرق بعد أكثر إلى جوانب القصيدة، وطبعاً جوانب أخرى مثل ما ذكر الدكتور أستاذ جعفر الهدي، بأن هذه بادرة إن إحنا نسير في حلقات إن شاء الله ونقاشات ومختلفة إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة تقدم بالشكر للمشاركين فيها وما قدموه من تسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والفنية الأدبية والعقائدية لقصيدة أحرم الحجاج للشاعر الفقيه العلم الشيخ حسن الدمستاني، ونتمنى أن تكون هذه مبادرة وبادرة بإذن الله لحلقات أخرى نلتقيكم فيها إن شاء الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.